طيب اللي عندهم عمى الوان بيبقى مالهم؟ اللي عندهم عمى الوان بيبقى عندهم ديفكت معين في حاجه في واحد معين من الكون في امراض، يعني دوت مرض اصلا بيصيب العين، لكن هذا لا يمنع ان حتى اللي عنده عمى الوان او الكفيف او الشخص الكفيف بيقدر يستفيد من طاقه ال. احنا معانا صوره على الشاشه لو تشرحيها لنا. طيب ثواني بقى عشان نوصل للصوره ديت. احنا هنا بنتكلم عن الاثر العضوي ليه، بس احنا ما كملناش حته عمل الالوان والشخص الكفيف. طاقه الالوان لما بنيجي بنتكلم عنها انها بتاثر على جسمنا، احنا كده بنتكلم عن الاثر الفسيولوجي للون اللي هو الاثر العضوي للون. طالما بتكلم عن الاثر الفسيولوجي للون يبقى انا كده بتكلم على الشاكرز او مراكز الطاقه الكونيه اللي موجوده في جسم الانسان. انا عشان افهم فكره الشاكرز او مراكز الطاقه الكونيه اللي موجوده في جسم الانسان اللي بتمتص طاقة الكون وبتبتدي تظبط لك طاقة جسمك لو انت عندك مشكلة، يبقى لازم في الأول أعرف إيه هي مستويات الطاقة لدى الإنسان. هي تسلسل بسيط، مستويات طاقة الإنسان، بعد كده الجهاز الطاقي لدى الإنسان، وبعد كده بتكلم ببساطة شديدة عن الشاكرز. في الأول